الرحمن الرحيم. اليوم سوف نقوم بشرح درس الدالة الخطية والدالة التألفية الخاص بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي. نبدأ على بركة الله. هذا الفيديو سيكون مخصص فقط للدالة الخطية، وسيكون فيديو آخر مخصص للدالة التألفية. الدالة الخطية، إذا تعريف الدالة الخطية: أ عدد معلوم، أ عدد حقيقي معلوم. العلاقة التي تربط عدد X بالعدد AX تسمى دالة خطية معاملة، وهو العلاقة التي تربط X بالعدد AX تسمى دالة خطية معاملة، ونرمز لها بالرمز F. نكتب F لX تساوي AX، معناه صورة X بالدالة F هي AX. مثلا F لX تساوي 5 X. إذن هذه دالة خطية معاملة 5. إذن F لإثنان، معناه صورة إثنان بالدالة F هي 5 في إثنان. إذن صورة X هي 5 X، صورة إثنان هي 5 في إثنان تساوي 10. إذن هذه هي الدالة الخطية. العلاقة التي تربط العدد X بالعدد A X تسمى دالة خطية معاملة، وهو A. نكتب X تربط X ب A X. العدد A X يسمى صورة X بالدالة الخطية، نرمز لها بالرمز F. ممكن أن نستعمل الرمز J للدالة، ممكن نستعمل الرمز H إلى آخره. ونكتب F لX تساوي A X. مثال: الدالة F التي تحقق F لX تساوي ناقص 2 X هي دالة خطية معاملها ناقص 2. لنحدد صورة 3 بالدالة F. إذن صورة 3 بالدالة F هي ناقص 2 في 3 تساوي ناقص 6. إذن صورة 3 بالدالة F هي ناقص 6، لأن معامل الدالة في هذه الحالة هو ناقص 2. إذن لدينا F لX تساوي ناقص 2X. إذن F لثلاثة تساوي ناقص 2 في 3. لدينا صورة X F لX تساوي ناقص 2X. إذن F لثلاثة تساوي ناقص 2 في 3 تساوي ناقص 6. ومن صورة 3 بالدالة F هي ناقص 6. لنحسب الآن F لناقص 4. F لناقص 4، أي لنحسب صورة ناقص 4. نقول لنحسب صورة ناقص 4 بالدالة F، أو لنحسب F لناقص 4. هنا نقول حدد صورة 3 بالدالة F، أو أحسب F لثلاثة. إذن F لناقص 4 تساوي معامل الدالة هو ناقص 2. إذن ناقص 2 في ناقص 4 تساوي 8. إذن F لناقص 4 تساوي 8. لدينا F لX تساوي ناقص 2X. إذن F لX تساوي ناقص 2 في X. إذن F لناقص 4 تساوي ناقص 2 في ناقص 4 تساوي 8. ومن F لناقص 4 تساوي ناقص تساوي عفوا 8. خاصية: F دالة خطية معاملها A، معناه أن F لX تكتب على شكل AX. هذا هو معنى F دالة خطية معاملها A، معناه أن F لX تساوي AX. إذن لكل X و X بقيم عددين معلومين غير منعدمين، فإن A معامل الدالة الخطية ما هو إلا F لX صورة X على X. معامل الدالة الخطية هو F لX على X. مثلا لدينا F لأربعة تساوي 8. مثلا نريد تحديد معامل الدالة الخطية. هذه دالة خطية تحقق هذا الشرط F دالة خطية بحيث F لأربعة تساوي 8. نريد تحديد A معامل الدالة الخطية. إذن A يساوي F لX هو 4، F لأربعة على 4. F لX على X، 4 هي X تساوي، لدينا F لأربعة تساوي 8. إذن تساوي 8 على 4 تساوي 2. بالتالي معامل الدالة الخطية F هو 2، أي أن F لX تساوي 2 معامل الدالة في X. هذا هو استعمال هذه الخاصية. نأخذ مثال:
اف دالة خطية بحيث اف ناقص 5 تساوي 2 على 3. لنحدد معامل الدالة اف ثم نحدد اف لإكس تعبير الدالة اف. لدينا اف دالة خطية إذا تكتب على شكل اف لإكس يساوي اكس. تحديد معامل الدالة خطية نستعمل العلاقة ا يساوي اف لإكس على اكس بحيث اكس في هذه الحالة هو ناقص 5. إذا يساوي f لناقص 5 على ناقص 5. نعوض نجد f لناقص 5 هي 2 على 3 على ناقص 5. نضرب في المقلوب فنجد 2 على 3 في مقلوب ناقص 5 هي ناقص 1 على 5 ناقص 2 على 15. إذا معامل الدالة f في هذه الحالة هو ناقص 2 على 15، وبالتالي تعبير الدالة f هو f لx يساوي ناقص 2 على 15 إكس. إذن تعبير الدالة F هو ناقص 2 على 15 إكس. إذن في F دالة خطية، بالتالي فإن F لإكس يساوي أإكس. معامله هو العدد الحقيقي الذي يحقق A يساوي F لناقص 5 على ناقص 5 يساوي 2 على 3 على ناقص 5 يساوي 2 على 3 في مقلوب ناقص 5 هو ناقص 1 على 5. نجد ناقص 2 على 15، وبالتالي تعبير الدالة F هو F لإكس يساوي ناقص 2 على 15 إكس. تمرين: لتكون F دالة خطية بحيث F لإكس يساوي 5 إكس، أحسب صورة ناقص 2 بالدالة F ثم أحسب F لواحد على 2. إذا لدينا F لإكس تساوي 5 إكس، نحسب صورة ناقص 2 معناه F لناقص 2 تساوي 5 معامل دالة خطية في ناقص 2 تساوي ناقص 10. إذا صورة ناقص 2 هي ناقص 10. نحسب f لواحد على 2، f لواحد على 2 تساوي معامل الدالة الخطية 5 في 1 على 2، نجد 5 على 2. إذا f لناقص 2 أو صورة ناقص 2 هي ناقص 10، و f لواحد على 2 أو صورة 1 على 2 هي 5 على 2. نمسح هذه المحاولات. لدينا f لx يساوي 5x، اذا f لناقص 2 تساوي 5 في ناقص 2 تساوي ناقص 10، و f لواحد على 2 تساوي 5 في 1 على 2 تساوي 5 على 2. السؤال الثاني: تكون ج دالة خطية بحيث ج 4 تساوي ناقص 8، حدد تعبير الدالة ج. اذا لدينا ج دالة خطية اذا تكتب على شكل ج x يساوي ax. لتحديد تعبير الدالة ج يجب تحديد معاملها A. إذا A يساوي ج لإكس على إكس بحيث إكس يخالف سعر طبيعة الحال. ج لإكس نستعمل ج لأربعة، إذا تساوي ج لأربعة على أربعة تساوي ج لأربعة حسب التمرين هي ناقص 8 على أربعة هي ناقص 2. إذا ج لإكس تساوي ناقص 2 إكس. لدينا ج دالة خطية، إذا ج لإكس تكتب على شكل أإكس، ومنه أ يساوي ج إكس على إكس بحيث إكس يخالف صفر. ج لإكس تساوي ج لأربعة على أربعة، ج لأربعة تساوي ناقص 8 حسب المعطيات، ناقص 8 على أربعة تساوي ناقص 2، ومنه فإن تعبير الدالة ج هو ج لإكس يساوي ناقص 2 إكس. ب: تمثيل مبياني للدالة الخطية. او اي جي معلم متعامل في المستوى. التمثيل المبياني للدالة الخطية هو مستقيم يمر من اصل المعلم ومن النقط ام ذات احداثية اكس اف لاكس. ما معنى هذا؟ معنى انه اذا لدينا دالة اف خطية اف لاكس يساوي مثلا 2 اكس، تمثيل مبياني هذه الدالة هو مستقيم يمر من او اصل المعلم ذات احداثية 0 0 ويمر من النقاط M ذات إحداثية. نأخذ X نعطي لX قيمة مثلا 1، نحسب صورة 1، أخذنا X يساوي 1، إذا سنحسب صورة 1 F لواحد هي 2 في 1 تساوي 2. إذا يمر من النقطة M 1 ذات إحداثية 1 2، يمر أيضا من النقطة M 2، نأخذ مثلا 3 كأفصول، نحسب صورة 3 F في 3 تساوي 2 في 3 تساوي 6،
إذن يمر من النقطة M2 3 6. نأخذ نقطة M3 مثلا أفصلها ناقص واحد، نعوض بناقص واحد، F لناقص واحد تساوي 2 في ناقص واحد تساوي ناقص 2. إذن يمر من النقطة M ذات إحداثية X وذات أورتو بصورة X بالدالة F. إذن هذا هو التمثيل البياني الدالة خطية. مثال نأخذ دالة F لX تساوي ناقص 2X، F لX تساوي ناقص 2X. إذن هذه دالة خطية معاملها هو ناقص 2. لننشئ التمثيل البياني للدالة F في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم أوبيجي. إذن لإنشاء هذه أو التمثيل البياني لهذه الدالة وهو عبارة عن مستقيم، إذن سنحتاج إلى نقطتين. النقطة الأولى هي أصل المعلم، لأن التمثيل البياني دالة خطية دائما يمر من أصل المعلم. سنحتاج إلى نقطة ثانية، نستعمل الجدول التالي X F لX. نأخذ قيمة عشوائية لX، مثلا أخذنا واحد في هذه الحالة، نحسب صورة واحد F لواحد بالدالة F هي ناقص 2 في واحد تساوي ناقص 2. إذن صورة واحد هي 2، وبالتالي التمثيل البياني يمر من النقطة A ذات إحداثية واحد 2. إذا التمثيل بين الدالة هو المستقيم المار من O ومن النقطة A ذات إحداثية واحد ناقص 2. والإنشاء إذا هو مستقيم يمر من O أصل المعلم ومن النقطة A ذات إحداثية واحد ناقص 2. إذا هذا هو التمثيل البياني للدالة F، نرمز له بالسيل F أي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون F أون فرونسي. تمرين لتكون F دالة خطية بحيث F لX تساوي 1 على 2X. ألف أحسب صورة ناقص 2 بالدالة F ثم أحسب F لواحد على 2. لدينا F لX تساوي 1 على 2X، إذن F لناقص 2 تساوي 1 على 2 في ناقص 2، نختزل ب 2 نجد ناقص 1. F لواحد على 2 تساوي 1 على 2 معامل الدالة الخطية في 1 على 2 تساوي 1 على 4. إذن لدينا F لX تساوي 1 على 2X. إذن F لناقص 2 تساوي 1 على 2 معامل الدالة الخطية في ناقص 2، نختزل ب 2 نجد 1 في ناقص 1 تساوي ناقص 1. نحسب الآن F لواحد على 2 تساوي 1 على 2 معامل الدالة الخطية في 1 على 2 تساوي 1 على 4. ب انشئ التمثيل البياني للدالة F في معلم متعامد ممنظم. إذا لإنشاء التمثيل البياني للدالة F نحتاج إلى إنشاء معلم متعامد ممنظم. أولا لدينا الدالة F هي دالة خطية، إذا تمثيلهم البياني عبارة عن مستقيم سيمر من O أصل المعلم وسيمر من النقطة A ذات إحداثيات ناقص 2 ناقص 1. لدينا F لناقص 2 تساوي ناقص 1 حسب السؤال الأول. إذن يمر من النقطة A ذات إحداثية ناقص 2 وصورة ناقص 2 هي ناقص 1. إذن التمثيل البياني للدالة F عبارة عن مستقيم يمر من O أصل المعلم ومن النقطة A ذات إحداثية ناقص 2 ناقص 1. لماذا؟ لأن F لناقص 2 تساوي ناقص 1 حسب السؤال الأول. إذن التمثيل البياني للدالة F هو عبارة عن مستقيم يمر من O أصل المعلم من النقطة A ذات إحداثية ناقص 2 ناقص 1. سؤال ثاني، لتكون ج دالة خطية بحيث ج لثلاثة تساوي 2. ألف حدد تعبير الدالة ج. إذن لدينا ج دالة خطية، إذن ج لإكس تكتب على شكل AX. لتحديد A سنستعمل الخاصية السابقة AX تساوي GX على X. ج لإكس هي ج لثلاثة، إذن تساوي ج لثلاثة على 3. ج 3 تساوي 2، إذا تساوي 2 على 3. إذا ج لX تساوي AX لأنها دالة خطية بحيث A هو معامل الدالة الخطية ج، ومنه A يساوي ج 3 على 3. ج 3 هي 2 على 3، وبالتالي تعبير الدالة الخطية ج لX هو ج لX يساوي 2 على 3 X.
ب انشئ التمثيل بيان الداله جي في نفس المعلم. اذا لانشاء التمثيل بيان الداله جي في نفس المعلم اذا فهو عباره عن مستقيم يمر ايضا من اصل المعلم ويمر من النقطه ذات احداثيه 3 2. لماذا؟ لان جي 3 يساوي 2. اذا سيمر من النقطه ب ذات احداثيه 3 2. التمثيل بيان الداله جي هو عباره عن مستقيم يمر من او اصل المعلم. دائما التمثيل بيان الداله الخطيه عباره عن مستقيم يمر من او اصل المعلم ويمر من النقط ام ذات احداثية x j x. اذا لدينا j 3 2 اذا يمر من النقطة احداثية 3 2 اذا يمر من النقطة b ذات احداثية 3 2 ويمر من o اصل المعلم ونمشي المستقيم مار من b ومن o فنجد التمثيل البياني للدالة j. انتهى فيديو هذه الفقرة المخصصة بالدوال الخطية، وإلى الملتقى في فيديو خاص بالدوال التألفية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.